اتكلم بقى بالعقل وبالمنطق وبالدين. ربنا عز وجل خلق الانسان في احسن تقويم، تمام، احلى هيئه واحلى شكل، وربنا فضلنا على كتير جدا من مخلوقاته. ربنا ميزنا بالعقل، ادانا العقل عشان نفكر فيه، نفكر بيه ربي، ادانا العين عشان نشوف بيها، ادانا الاذن عشان نسمع بيها، ادانا الارجل عشان نمشي عليها، ايدينا عشان تمسك الاشياء. ربنا اداك جسم علشان تعبده وعلشان تشتغل بيه وتعمر في الارض. ربنا ما ادالكش جسمك علشان تدمره وتصيبه وتخش قتال مع حد ويكسرك وتجيب دم، فده حرام شرعا طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شريف قال ايه؟ قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. يعني المسلم انه يضر المسلم في ماله وعرضه ودمه حرام جدا. وفي سورة البقرة ربنا عز وجل بيقول في الآية 190 لا تعتدوا، لا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وفي سورة المائدة الآية رقم 2 ربنا عز وجل بيقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني المنظمة دي تعاونت، المنظمات دي بتعاون على ايه؟ ان انا اجيب شباب ويدفعوا اشتراك بقى 1000 دولار ولا 500 جنيه ولا تمام عشان خش واضرب ويوكم، ده تعاون. فربنا يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. حاجه دي صعبه جدا. ربنا ادانا العقل وميزنا ان احنا نحافظ على بعض، مش علشان نبقى زي البهائم. ما هو قانون البهائم الهمج، مفيش عدل، عنف، ادخل اضرب والكلام ده كله، تمام. وفي حديث جميل 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 كمان جدا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قاتل احدكم اخيه فليجتنب الوجه. يعني لو انت في عراك مع شخص تجنب وجهه. يجي بعدين العلماء مع الزمن يكتشفوا بقى، تعالى العلماء اكتشفوا ان في عصب اسمه العصب الوجهي او العصب السابع في جسم الانسان. العصب ده بص جاي كده من مقدمه الجبهه عندك، نازل للفك، للخدود، لذقنك، نازل في المنطقه كلها. العصب ده بقى مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن التحكم في عضلات الوجه بالكامل، ومسؤول عن التعبير عن الانفعالات. لما انت بتبتسم، بتغضب، بتضحك، فالضرب في العصب في الوجه عموما ممكن يسبب لك شلل في الوجه، يسبب لك كمان صعوبة في البلع، صعوبة في المضغ، يأثر على قنوات الدمعية عندك، ممكن تبقى جافة طول العمر. كمان العلماء أثبتوا بدراسات كتير إن الضرب المتكرر في الوجه وفي الرأس ده بيقتل حوالي من 300 ل 400 خلية عصبية في الدماغ، من 300 ل 400 خلية عصبية في الدماغ. وده طبعا ممكن يسبب لك امراض كبيره في الدماغ زي الزهايمر، زي انك تفقد البصر، تفقد السمع، الضرب المتتالي في الوجه والكلام ده كله، تمام. علشان كده الموضوع ده والعنف ده حرام شرعا. انا بقى بشجع اتمرن ميكسد مارشال ارتس، انا بمرن ميكسد مارشال ارتس، لكن انا حريص بلبس لكم، بخليكم تلبسوا ادوات تخلي بالكم من نفسكم، ما نسيبش بعض، تمام. بنلعب، لكن امتى نضرب في الوجه؟ امتى نضرب بجد؟ لما حد يعتدي عليا، وصلكم؟ لكن عمر ما كانت الطرق دي كلها بتقول انك انت مقاتل حقيقي. في ناس بتقول لي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصارع. اوكي، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمارس فنون قتاليه زمان، لكن انت فاكر ان النبي كان بيمارس فنون قتاليه ويمسك خصمه ويضربه بكوعه ويخليه يجيب دم؟ لا طبعا، الكلام ده ما تذكرش خالص. في ناس بتقول يا عم دول بيتعبوا وبيشقوا. طب ما هو بيتعب وبيشقى في حاجه سلبيه، انت متخيل، انت متخيل معايا، انا دلوقتي اهو يا شباب داخل فايت باسلوب الام ام اي، كل هدف ان انا اهو اضرب بكوعي، تعالى هنا، تعالى داخل انا هضرب اهو، هعمله تيك داون وهنزل معاه، انت متخيل؟ بص معايا، هضرب مسموح، مسموح، ادخل بركبتي هنا، ادخل هنا، مسموح. انت متخيل؟ لا طبعا، لازم اخاف على خصمي. فالبطوله عمرها ما كانت ان انا دخلت على واحد وانا بطل ان انا ضربت واحد وسببت له اصابه او ضرر او انا بطل. بس انا عرضت طبعا عليكم الموضوع من كل النواحي. اللي عاوز يقتنع يقتنع، مش عاوز يقتنع براحته. انا مع تدريب الام ام اي، اوكي، لكن ضد الطرق اللي بيتم الفايت فيها.
انا مع البطولات اللي فيها اوقية مدامت مش هدفها العنف، مدام هدفها ان انا اخد نقط هكسب جولة في حكم النزيه، لكن احنا ضد العنف بالمرة. في بقى حاجة تانية، ناس تقول لي يا كابتن جابر او انت استعراضي ليه ما بتخش اليو اف سي؟ لا اله الا هو، انا لازم اخش اليو اف سي وامسك واحد سيادتك واخش معاه واضرب 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 واعجزه ويعجزني عشان ابقى بطل، عشان ابقى مقاتل؟ انا لازم يعني، انا لازم يعني، في ناس كده، هو انا لازم اخليه يجيب دم عشان ابقى مقاتل؟ ابقى مقاتل يعني؟ في ناس كده كتير للاسف. لا يا حبيبي، انا مقاتل ومن الدرجه الاولى وبتمرن ليل نهار، لكن انا بستخدم النعمه اللي اداني ربنا دي وقت الخطر، امر الناس يدافعوا عن نفسهم، يدافعوا عن عرضهم، ينصفوا مظلومين. ده جابر. عايز تعرف انا مقاتل ولا مش مقاتل؟ تعال يا عم، تعال الاكاديمي، امشي ورايا واضربني بالقلم، ساعتها هتعرف انا مقاتل ولا مش مقاتل. ربنا يحفظكم يا رب العالمين يا جماعه، ودي وجهه نظري، منتظر تعليقاتكم، يا ريت تجاوبوني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس كده خلاص. ايه ده، تزقفوا عليه بس؟ استفدتوا؟